شروط قبول العبادة. إن العبادات إذا افتقدت الإخلاص ولم يكن الهدف منها رضا الله، كأن يقصد الإنسان بها رضا الناس وثناءهم، فإنه يهلك يوم القيامة، ولا يفيده ما قام به من الطاعات وما اجتنبه من المعاصي، ويسمى هذا رياءً، وهو من أنواع الشرك الأصغر. وقد من الله علينا بأن جعل أي عمل خالص لوجهه عبادة نؤجر عليها، ذلك بأن يصاحب العمل نية رضا الله وحده والاستعانة على طاعته، كمن نام وفي نيته الاستيقاظ لصلاة الفجر أصبح نومه عبادة يؤجر عليها.